السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة، اللي بيحب كرة القدم وما اتفرجش على مباراة الشباب وضمك النهاردة في الدوري السعودي يرجع يشوف الملخص على الأقل، يشوف المتعة، يشوف الواد اللي اسمه كراسكو ده بيعمل إيه. كراسكو ده أنا بحس إن هو من عالم تاني. كراسكو نجم كبير جدا، يعني موهوب، بتحب إن أنت تشوف الكرة في رجله، الكرة في رجله بتحس إن هي كده بتغني، بتعزف، بتعمل أي حاجة تاني. هو تحس إن هو كان موسيقار قبل ما يلعب كورة. الراجل ده يعني فنان، كراسكو فنان. والجون اللي جابه راكاتيتش، ما هي بدأ من عند كراسكو برضه، الكورة بدأ من عند كراسكو. وضمك عمل مباراة كبيرة جدا، ضمك عمل مباراة كبيرة جدا. الشباب عاوز يرجع، ومن اول المباراه انت حاسس ان الشباب عاوز يرجع. الشباب اللي بينافس واللي كان في المربع الذهبي، وند قوي للفرق القويه والكبيره، اللي هو ما بدا موسم ما تعرفش بداه بغرابه. اللي هو الشباب النهارده تقول لي ان هو ده سادس فوز ليه، تغيير مدربين ومشاكل اداريه ومشاكل كذا كذا، لكن النهارده بص على الورق وبص على الاداء وبص على جمله الفرص اللي بتضيع. ضمك طرد طبعا اثر معاها، طرد في الدقيقة 67 60 لسانوسي أثر كتير جدا وفرق كبير جدا. ولكن بص الحلاوة والمتعة والكرة اللي هنا والكرة اللي هناك والهجمة والجمهور، يعني رغم إن أنا كنت منتظر إن الجمهور يبقى أكتر من كده، لكن موجود. والشباب راجع، والشباب الفريق ليه جمهور كبير جدا، وضمك عمل شغل كبير جدا. يعني ضمك النهارده او في الموسم ده عامل شغل، ومركز مثلا السادس عنده 30 بونت، رغم انه خسر ماتشين ورا بعض، بس قبل كده عمل عده انتصارات متتاليه هم اللي رفعوه، وكان قريب ان هو يكون في المركز الرابع. لكن دي كرة القدم، والشباب بيقول لك انا راجع. ده باختصار يعني. الواحد اللي ما رجعش وما اتفرجش يا جماعه على مباراه الشباب وضمك النهارده، يتفرج على الملخص، يشوف المتعه، وبعدين في الاخر تقول ايه؟ الف مبروك لجمهور الشباب، وهارد لك لضمك. الشباب عمل مباراه حلوه يستحق الفوز، يعني اداء عالي جدا. حاله الطرد بقى ده انا بدي ترجع للحكام تقديريه طبعا، الانذار الثاني، وهي فاول ولا مش فاول، دي طبعا هي فاول باين عليها يعني. ولكن نقدر نقول احنا مستمتعين بالدوري السعودي والكرة السعودية. وما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.